تكمل العملية. العملية معنا تليفون حد حبيبك وانت بتحبه. مساء الخير يا كابتن وليد. مساء الفل حبيبك كابتن هاني. ازيك يا نجم، عامل ايه؟ وحشنا حبيبي، انت اللي وحشني كتير، وتحياتي للاستاذة سهام وحبيبي اسحاق. عامل ايه يا اسحاق؟ يا كابتن وليد وحشنا يا كابتن والله. ربنا يخليك حبيبي. طمني عليك وعلى اولادك. كله زي الفل الحمد لله، وانت متألق ويعني ربنا يكرمك دايما. حبيبي يا كابتن وليد ربنا يخليك. بتتابع جيل 2003 يا كابتن؟ والله يعني مقل طبعا شويه، لكن من خلال الكابتن خالد بيبو بقدر الامكان بحاول كل ما النادي الاهلي تحديدا يطلع لعيبه اعاره من مواليد 2000 او 99 بتابع معاه طبعا، وبتابع النتائج بقدر الامكان. وعلى طول احنا مع بعض على التليفون انا والكابتن خالد بيبو دايما. الحقيقه في شغل مميز جدا بيقوم بيه كابتن اسحاق هو كابتن محمد شرف طبعا، واللي عرفته كمان من الكواليس انه منتخب 2003 يعني طالب باربع لعيبه من جيل 2003 في النادي الاهلي. فده يعني ايه مراكزهم ايه يا كابتن اسحاق؟ في اثنين، واحد باك رايت اسمه جوده، وسر باك اسمه ابراهيم، ومحمد شرقيه، ونص ملعب اسمه ميدو نبيل. وميدو نبيل ده انا قبل كده ذكرت اسمه كتير انه لاعب مميز. هو اصلا 2004 كمان. كابتن وليد طبعا اسحاق طبعا من يمكن كان حظ وحش شويه في النادي الاهلي، يعني لسه اول سنه طبعا، لسه بياخد نص ساعة في ربع ساعة، أول ما بيحط رجله بدأ يخش في المود بلغة الكرة وياخد، حصلت له إصابة. تتكلم عن دي إزاي؟ وتتكلم كمان كنا سألنا على الكرة النيجيرية وقلة النجوم دلوقتي مقارنة بالجيل اللي فات يا كابتن. بص طبعا نيجيريا طبعا واحدة من كبار القارة وتقدم كرة حلوة قوي، صحيح الأجيال اختلفت، لكن نيجيريا دلوقتي التصنيف بتاعها ماشي بشكل كويس. متهيألي هم تقريبا الرابع ان لم تخني ذاكره، رابع او خامس منتخب نيجيريا افريقيا يعني حتى قبلينا متهيألي كمان، فقبلينا تقريبا بمركز. فنيجيريا بيرجعوا على التراك ثاني. بالنسبه للكابتن اسحاق، انا اهم حاجه ان كل اللي يجي النادي الاهلي يبقى بشخصيه النادي الاهلي. فاسحاق اول ما دخل الفريق بصراحه الناس كلها حبته، مؤدب جدا ومهذب جدا، راجل كان بيقدم كل ما يمتلك من روح واصرار وعزيمه. وانا عايز كمان كابتن هاني اقتراح برضو، ان قطاع الناشئين يقدم للولاد الصغيرين الفيديوهات بتاعه المدربين بتوعهم. ده مهم يعني جدا مهم جدا طبعا. لان الولاد الصغيرين لما يعرفوا ان المدرب بتاعي كان لعيب بالدرجه الاولى وامكانياته عامله ازاي، واجمع فيديوهات للكابتن اسحاق ولكل المدربين اللي ماسكين، الولد نفسه لما يتفرج على امكانيات المدرب بتاعه اظن ان دي تعمل قناعه كبيره. صح، يعرف مين اللي بيدربه، مين اللي بيقوم بتدريبه دلوقتي، كان ايه، كان في يعني، وبيبقى في مصداقيه في نقل المعلومه. خلاص اللعيب عارف ان جايه له من لعيب كبير ذو تاريخ كبير، وبالتالي تلقي المعلومه كمان بيكون بشكل افضل وشكل مريح للعيبه، فده طبعا شيء مهم جدا خصوصا الولاد الصغيرين. خد بالك احنا دلوقتي بنعاني منها، احنا في ناس كتير جدا خلاص ما شافوناش. صحيح، يعني حتى الجيل اللي بعدينا بتاع بركات وتريكا وشوقي في برضه الولاد الصغيره ولا يعرفوا عنهم حاجه. صح، فانت بالكتير هيبقى والده وممكن والده ما يكونش شافك قوي. فهنا لازم قطاع الناشئين يجمع كل البطولات وكل الانجازات اللي عاملها المدربين، ويتحط فيديو للولاد كل شويه يتفرجوا عليه علشان يبقوا مقتنعين ان الحاجه اللي انا بقولها دي انا جربتها قبل كده. صحيح، مظبوط. فيعني دي نقطه مهمه. أكيد نقطة مهمة جدا. أكيد فرصة وأنت معانا كابتن وليد نتكلم عن المباراة القادمة في تنزانيا ومواجهة الأهلي لسيمبا التنزاني. بتقول إيه عن شكل المباراة ديت؟ هل هتكون مواجهة متوازنة؟ هل ممكن يحصل فيها مفاجآت؟ كابتن وليد شايفها إزاي؟ إن شاء الله بإذن الله ما فيهاش أي مفاجآت، إن شاء الله النادي الأهلي يكسب المباراة. النادي الأهلي إدى رسالة مبكرة لكل الفرق ان احنا مش بادئين البطوله مش هنهزر. احنا عايزين نروح كاس العالم للانديه السنه الجايه.
باذن الله. ان شاء الله. دايما الكبير ومستر موسيماني كمان ارقامه كويسه قوي في المباريات الخارجيه. يعني ما شاء الله مكسب على طول. فان شاء الله باذن الله الرجاله زي ما معودينا ان شاء الله يرجعوا بالثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله ثلاث نقاط مهمه جدا كابتن وليد، كمان عشان انت عارف ان سيمبا كمان كسب فيتا كلاب، وبالتالي مباراه اعتقد هتحسم، مش هتحسم بشكل كبير باذن الله من بدري، ان النادي الاهلي هو بطل او على الصداره في هذه المجموعه، فاكيد مباراه مهمه يعني. الحاجات دي بتريح المدير الفني يا كابتن هاني، انت عارف بعد كده لما انا ببقى اول المجموعه بقدر اريح صح. عدد من اللعيبه، اعمل روتيشن، اهتم بالدوري اكتر، اهتم بالكاس اكتر، خصوصا ماتشات ورا بعض يا كابتن وليد، انت عارف يعني النادي الاهلي بيخرج من هنا بيخش هنا، فالمباريات كتير، كل ما انت بيكون حتى على المستوى انك متصدر بتبقى في هدوء شويه حتى في التعامل مع المباريات يعني. وخد بالك ده كابتن هاني فادنا جدا السنه اللي فاتت. مظبوط. السنه اللي فاتت وانت كنت فارق في الدوري قوي وكسبان الدوري بين الدورين، ده اداك ارتياحيه ان انت تلعب مباريات، تعمل روتيشن كتير وتدخل كل اللعيبه، فرقت معانا في افريقيا وفي الكاس. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، مظبوط. ايه اللي الفريق ياخد باله منه يا كابتن وليد في المباراه اللي جايه؟ دايما متعودين فرق افريقيا على ملعبها بتبقى شرسه قوي في العنف، بيبقى الالتحامات قويه جدا، كل الضربات الثابته يعني بالنسبه لنا بتبقى مخيفه، لان هم بيبقى عندهم اطوال، عندهم شراسه، طبعا شويه التحكيم بيبقى سايب برضو الالتحامات البدنيه، لكن احنا عندنا جون كبير، احسن جون في افريقيا، فبالتالي وخط دفاع قوي، يهتموا بس بالضربات الثابته دي مهمه. الضربات الثابته طبعا مهمه، وكمان خلينا نتكلم، يمكن النادي الاهلي مع فرق الامكانيات في الفرقتين، يمكن اول مباراه لعب مع سونيديب وكان الظهر، برده ان شاء الله يوم الثلاثاء هيلعب الساعه 3 امام جماهير، يعني خلي بالك كل التذاكر في الاستاد اتباعت بشكل كبير، ففي يعني في جماهير كتيره جدا هتوصل ليمكن ل 60,000 متفرج، ده يأثر شويه، والرغم ان لعبتنا بقالها كتير ما لعبتش، يمكن في بطوله كاس العالم للانديه كان في عدد صغير، لكن شايف الامور دي ازاي بالنسبه للجو والارض كمان، ما نعرفش الارضيه وكفائتها وبالنسبه لوجود جماهير يعني. اهم حاجه فيهم الملعب. الملعب لو الملعب حلو الموضوع انتهى. احنا بالعكس انا شايف ان الجماهير بتبقى عامل ايجابي لينا احنا. صحيح. لان احنا عندنا نسبه الاستحواذ في نص الملعب يعني بقياده قفشه كويسه قوي وعاليه جدا. اظن ان احنا كمان يعني حبينا اللعب بالجماهير خلاص. صحيح. متعودين وراجعين من كاس العالم للانديه كانت المباريات بجماهير وشفنا فرقت قد ايه في الروح مع اللعيبه. صح. بالعكس انا اتمنى ان الملعب يكون مقفول، بس اتمنى يكون الملعب حلو. ارضيه الملعب هتفرق معانا. يا رب يعني. ان شاء الله باذن الله، باذن الله. كلمه تحب توجهها لكابتن اسحاق في النهايه كابتن وليد؟ يعني مستنيين منك كتير، انتوا يعني ماسكين اهم حاجه في الكوره في النادي الاهلي من وجهه نظري. قطاع الناشئين ده بعد كذا سنه لما الانديه تتحول لشركات مفيش نادي هيقدر يعتمد غير على ناشئيه. صح. يعني كل الانديه هتدور تحت، لو عرفتوا تطلعوا لنا 10 15 20 لعيب جامدين يبقى انتوا يعني يتعمل لكم تماثيل. صح. ده اللي كنت عايز اكمل كلامي فيه، ان انت النهارده النادي الاهلي هو اللي بيخدم المنتخبات الوطنيه في كل الاعمار متهيألي، فيعني ففعلا دوره مهم زي ما انت قلت يا كابتن وليد. هتجيلنا امتى؟ انا تحت امركم، ده احنا امتى؟ يعني نعمل احتفاليه بس، وكابتن هاني هو عارف يحضر ايه. انا عارف هحضر لك كل حاجه انت عايزها يا وليد. احنا مستنيينك قريب. تشرفنا يا وليد. ده شرف لينا. انت نجم كبير وكل الناس بتحبك وابن من يعني ابناء النادي الاهلي، واكيد ان شاء الله تشرفنا هنا في البيت الكبير. شكرا ليك يا كابتن وليد. طبعا